انا سميتي نورا ايتي الشو، دورتي زي ايتي حيا من قلعه مكونه اقليم التنغير، رئيسه التعاونيه نسائيه. المسيره ديالي بديتها كمراه كبنت بعد الطفوله ديالي دوزتها، تزوجت وانا صغيره، باقي في عمري يلا 14 عام 16 عام لقيت راسي راه مزوجه وعندي وليد صغير، خصني ندير واحد الصالير لراسي اللي نقدر انا نعتمد عليه على راسي. صراحه لقيت صعوبات بزاف في الدوار، وكنفكر في شي حاجه اللي تقدر تساعدني وتساعد الناس ديال الدوار. بديت بمحو الأمية، هذا هو المشروع اللي يقدر يعطي للنساء المنقطعات على الدراسة واحد المشروع اللي يقدر يساعدهم هما في المسيرة الشخصية ديالهم. ولكن لقيت راسي راه كنعاون راسي وكنعاون داك الوليد الصغير وكنعاون حتى النساء ديال المنطقة بالتوعية وبزاف د الحوايج اللي قدروا هما يستوعبوهم من دوك الدروس اللي كيدوزوا بين روسهم، تعلموا القرآن، تعلموا الصلاة، تعلموا بزاف د الحاجات. قدرت ندير تعاونية في 2015، هاد التعاونيه درتها فلاحيه حيت ما كانش عندنا بزاف باش نقدروا نديروا واحد المشروع اللي ينمي المنطقه، مي خصنا نديروا واحد المشروع اللي كيستهدفوه النساء وكون كل وحده كديروا في دارها وكتعيشوا. اللي فكرت انه كسكسو اللي كل سيمانه راه كيخدموه الناس ولا كل ليله تقريبا راه كيدار في الدار. كنخدموا كسكسو بطريقه طبيعيه وكنضمنوا مع الفلاحه ديال البلاد وكنشريو من عندهم المنتوج اللي هو القمح والذره والشعير وكنطحنوه وكنخدموا داك الشيء طبيعي. ولقينا واحد الاقبال على الكسكس وعلى البركوكس وعلى الصعوبات اللي لقيت في صراحه في المنتوج اننا صعيب اننا نحصلوا على لونصا، حيت كنمشي للونصا كنمشي لبزاف ديال المؤسسات باش ان المنتوج يتسوق عالميا ولا يتسوق وطنيا، كيقولوا لي خصك لونصا، ولكن لونصا خصني اللوكال وخصو المعايير ديالو وخصو بزاف د الحاجات، وحتى في الماء ديال الورد خصني قطاره، خصني بزاف د الحاجات. يعني ما عنديش شي حاجه اللي نقدر نيسر مع ان دوك العيالات. التخوف ديالي انني شي نهار غادي نغادر المكان ولكن غادي نلقاهم راه ضاعوا من دوك السنين اللي قدرت انا نجمعهم ونكونهم ونحبب لهم حتى الفكره ديال داك المشروع في ديك المنطقه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.